اليوم طالك عماركم بنسوي لكم خبيصة ناريل. خبيصة الناريل كيلة ناريل كاملة ونص كيلة طحين بر ونص كيلة سميد أو طحين عيش، الخيار موجود. طريقة ومكونات خبيصة الناريل. خبيصة الناريل ما يبالها زود فلسفة، ولا يبالها دق طبول، ولا يبالها صدعة، ولا يبالها ديانة، ولا من أسهل ما يكون من تعرف المكونات بس هانت الدنيا. أول مقياس عندي وحدة القياس اللي هو قوط الخبيص، كيلة اللي هي كيلة الأول اللي وادي نستعمل كيلة العنص وكيلة قوط الخبيص. نحن هذا كيلة القوطي هذا ما أدري عد الوزن، هذا 500 جرام هذا لكن نحن نقول كيلة. المقادير حق بيت صبح حق فوالة يعينكم حد ولا شيات ولا ريوك ولا قهوة ولا بيت طرش حق حد، كيلة ناريل كيلة قوطي كامل ناريل هادوها تهنهن ينحمس، ونص كيلة طحين بر نص كيلة، ونص كيلة طالت عماركم طحين سميد. أنا بغيت تحط سميد ومن بغيت تحط طحين عيش على هواك، هذا الخيار له، لكن الناريل كيلة ناريل ونص كيلة طحين بر ونص كيلة سميد ونص كيلة شكر، نص كيلة دهن الخالدي هادو على ما تشوفونه. دهن الخالدي ضروري يعني طاسة هالمتن الخبيصة تاكل دهنه، لازم دهنه طيبة ووقتها ومقاديرها والطريقة. هاكل بحط لكم إياه زعفران من الطيب، قناد من الطيب، مورد هذه والمكو والماء مقاي قياس القوطيين هاي الكاملات قوطيين قوطي نص قوطي ونص ماء يعني 1500 لتر 150 لتر 150 هذا جرام سمونه هذا 500 جرام قوطي ونص القياس قوطي ونص ماء قوطي ونص من هذا ماء، وعينك ميزانك انت عينك ميزانك اهم شيء هذا يتهنهن الناريل وطحين البر وطحين العيش او السميد هذا لازم يتهنهن يغدي حمر نفس القياس هذا ترى ما ياكل ضواي. وحين بنرويكم الطريقه خراويناك المكونات وحين بنرويكم الطريقه. صباح الخير صباح النور يلا. من يطبخ الماء اللي هو الكيله والنص ينحط نص كميه الدهن اللي هي الدهن الطيبه، وينحط نص كمية طالت عماركم القناد اللي هو الهيل، وينحط طالت عماركم كل كمية الزعفران، وينحط طالت عماركم ملوان. هذا يتخلى 3 دقائق. الحين طالت عماركم المكونات هذه كلها اللي تشوفونها، الناريل وطحين البر وطحين السميد، هذا كله ينحط مرة واحدة. جلبوه زي ما زين يجانسونه يتجانس، حطوا طالت عماركم عليه الدهنه طيبه، وحين الضوء بعدها ما تبقت خلوه يتجانس زي ما زين. من يجلب زي ما زين كودوا عليه الشكر اللي هو نص القوطي نص الكيله. هالاثناء الضوء هني تتلبق ضوء قاصره، شوف ايش قال غدا لون الخبيصه، لازم متفلفل يفلفلها الدهنه ما تتفلفل منه والدرب، يخلونها دقيقتين بس. الحين يتجانس الزعفران بالورد بالدهنه بالشكر بالقناد هذا كله يتجانس، وتغدي ريحه شيره تشل الحين ريحه المطبخ، وتحط من شو من ريحه الشيره اللي بيحطونها على الخبيصه وبتختبص. وبنرويكم اخر وطريقه المكون حاليا ان شاء الله. وراعية البيت عينها ميزانها هذا هشيرة شو الخبيصة الحين تطابخ، وهني عليها ضوء بعد هايش ها ما يستعيلون، ها عينك ميزانك القياس عندك تعرفين شو اللي يوز شو ما يوز، وهم يخبصون بهالطريقة ما يستعيلون. ها أنا ما أحب يحرقون الشيرة
نحن ما نحرق شيره. فيا تاز بهالطريقه وعينك ميزانك، عينك ميزانك، ما بتقول تسوينها. حد من العرب يحب الخبيصه وايد لينه، وحد من العرب خوب يعني لا هي يابسه ولا ترى اسمها خبيصه ما بعصيده، اسمها خبيصه ولا بزين. الخبيصه هذه سوداء قاره. الخبيصه طلعت عماركم بتاكل المروق كامل اللي هو القوطي والنص. خذ خذ حبيبي. غادي بهذه الطريقة الخبيصة يخلونها طالت عماركم على ضوء هادي، كسروا عليها زين ما زين، بعدها بتنش وبتنتشل وبتغدي تختبص زيادة وبتنفش بتنفش. الحين السرفش شو في المضوي ناضي الحمر الطحين والناريل والبر والسميد كلهم هن هن وزاهب. الحين من عقب ما تحط عليه المرو تصير طالت تصير طالت عماركم وتسكر عليه وتقصر عليه الضوء وتكمره كمار ما يتنسخ ما يظهرنا اللي هو البخار حتى لو ريحه ويتخلب ويتعت الضوء لمدة 45 دقيقة. بنرويكم الناتج. الضوء هباب تنحق الجدر وريحة الضوء ريحة الضوء ها الحين شويونة تقناد هي ريحة بس. يلا قرطاس 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 يا هله قرطاس يا هله قرطاس يا هله. الحق ما تلحق ودهن الهولندي عندك ما عندي. ها ايوه الحقها ما رمت. 45 دقيقة ولكم عين تنظر. وهذه خبيصتنا طالت عماركم بعد مرور 45 دقيقة. مثل ما قلنا لكم لازم الضوء تكون خفيفة إلى أبعد الحدود. ها مختبصة مختبصة زين ما زين، لا فيها حراق وريحتها غير ليمونة. ما بقاي مستعصدة خبيصة مستعصدة، لا خبيصة خبيصة على بطنها وظهرها غير ليمونة. ريحتها تشل وتحط ريحة الناريل والزعفران والدهن الطيب والمورد والقناط مجان صغادي ريحة طحين البر يوم يكون جديد ويا السميد أو طحين العيش يوم هنهن وغادي ناضي. هاي الخبيصة ما تنشب في المصرط، لا هذه تسيح في المصرط تنهى بريسم تحرها غير المونة. يلا 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 عاش عاش. هاي الخبيصة اللي يقول لك عليها رضوانا من الله، سمعتوا بها اللي يقول عليها رضوانا من الله، هذه هي مبياية خبيصة مستعصدة. خوب ما بخراب، عدل ما بمايل، زين عندك والشين حواليك يا ابو محمد.